أهلا بكم. طالب التحالف العربي بقيادة السعودية الأمم المتحدة بوضع ميناء الحديدة تحت إشرافها. أضاف التحالف في بيان له أن وضع الميناء تحت الإشراف الأممي سيسهل تدفق الإمدادات الإنسانية إلى الشعب اليمني وينهي في الوقت ذاته استخدام الميناء لتهريب الأسلحة والبشر. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ماذا تعني دعوة التحالف لإشراف أممي على ميناء الحديدة؟ وما علاقة هذه الدعوة بعملية السهم الذهبي لتحرير الساحل الغربي؟ في ظل ما يبدو أنه تجاذبات معركة الحديدة المرتقبة والتي لا تزال تخوض فيها أطراف عدة بمواجهة نية التحالف العربي استكمال تحرير الساحل الغربي، دعا التحالف إلى إشراف مباشر على ميناء الحديدة. بحسب البيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فإنه من شأن هذا الإشراف الأممي أن يسهم في تسهيل تدفق الإمدادات الإنسانية ووضع حد لعملية تهريب الأسلحة والبشر التي تقوم بها ميليشيا الحوثي والمخلوع من ميناء الحديدة. تأتي هذه الدعوة في خضم الحديث عن عملية عسكرية مرتقبة لتحرير الحديدة من سيطرة الميليشيا وتحركات دولية لمنع هذه الخطوة. وهنا تثار تساؤلات: ما علاقة هذه الدعوة بعملية تحرير الساحل الغربي وكيف ستؤثر على هذه العملية؟ نبدأ النقاش بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. مدينة الحديدة التي تلوح من بعيد كهدف قادم لعمليات التحالف العربي لا تزال تحيطها التجاذبات، وتبدو عملية السيطرة عليها من قبل القوات الشرعية محاطة بالكثير من المحاذير التي تضعها أطراف دولية عدة. فبعدما يبدو أن ضوء أمريكي أخضر لسرعة السيطرة عليها من قبل القوات الشرعية، جاءت تحذيرات موسكو من مخاطر هذه العملية لتدعم مواقف بعض القوى والمنظمات الدولية العاملة تحت سقف الأمم المتحدة، وهو ما يشير لأن هذه العملية المرتقبة قد تأخذ بعض الوقت لتبدأ. في تطور جديد، دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى وضع ميناء الحديدة تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، وذلك من أجل تسهيل تدفق الإمدادات الإنسانية، كما طالب في الوقت نفسه بوضع حد لاستخدام الميناء في تهريب الأسلحة والبشر التي تقوم بها ميليشيا الحوثي والمخلوع. تأتي هذه الدعوة في أعقاب هجوم تعرض له قارب مهاجرين يوم الجمعة الماضي، تسبب بمقتل أكثر من 40 مهاجرا صوماليا كانوا في طريقهم إلى السودان، ونفى التحالف مسؤوليته عن الحادثة. تتهم السلطة الشرعية والتحالف ميليشيا الحوثي والمخلوع باتخاذ ميناء الحديدة منطلقا لعمليات تهدد الملاحة الدولية، فيما تأتي دعوة التحالف هذه وكأنها محاولة اختبار للمنظمات الدولية والمجتمع الدولي الداعي إلى إيقاف العملية العسكرية. ولكن ما يبدو أكثر واقعية أن ميليشيا الحوثي والمخلوع لن تتخلى عن الحديدة ومينائها إلا في حال خسارتهما عسكريا، خاصة بعد أن أصبحت المدينة بمثابة الشريان الوحيد الذي يمد سلطتها في صنعاء بالحياة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ينضم إلينا الآن من الرياض قائد قوات الاحتياط لواء سمير الحاج. أهلا بك سيادة اللواء. مرحبا أخي العزيز. سيادة اللواء، أنتم في قوات الاحتياط في الجيش الوطني عامة، كيف ترون هذه الدعوة لإشراف أممي على ميناء الحديدة في هذا التوقيت؟ شكرا لك أخي العزيز ولمشاهدي قناة بلقيس. في حقيقة الأمر نحن لازلنا نؤكد مرارا بأننا مع أن تصل جميع المساعدات التي تصل إلى ميناء الحديدة للمتضررين من المعارك التي يعني أشعلها الإنقلابيين، لكن يبدو أن الطرف الآخر مصر أيضا على أنه تتحول هذه المعونات إلى سلع يقومون بالمتاجرة بها لدعم الأمم الحربي. نحن بكل وضوح وشفافية نقول أن هذه المساعدات وأيضا جميع الصفقات التجارية نؤكد على ضرورة وصولها إلى المواطنين. الآن كل المواطنين في اليمن هم مسؤولية الشرعية، حتى الذين هم تحت سلطة الانقلاب. كل المساعدات التي تأتي إلى ميناء الحديدة يقوم الانقلابيون بأخذها وبيعها في السوق السوداء، ومن ثم لا يستفيد منها المواطنين، وتبدأ المنظمة الدولية تتحدث عن عدم وصول المساعدات ولا يتحدثون عن المتسبب في عدم وصول هذه المساعدات إلى المواطنين. طيب، البعض سيادة اللواء يرى أن هذه الدعوة بمثابة تراجع عن فكرة استعادة الحديدة وكذلك ميناء الحديدة. الطرف آخر أو هناك من يقول أنها مجرد محاولة من التحالف لإثبات عدم جدية الميليشيا وكذلك المنظمات الداعية لإيقاف العملية العسكرية. ما هو الأرجح برأيك؟
أخي العزيز، من المفارقات العجيبة أن معظم المنظمات إن لم تكن كلها هي متأكدة تماما بأن من يعبث بهذا الملف الإنساني هم الإنقلابيين، لكن لا زالت تخاتل وتستخدم يعني أساليب مختلفة. الهدف منها فقط إحراج والضغط على الشرعية التي قاربت عمليتها من السيطرة على ميناء الحديدة للوصول إلى هذا الميناء الحيوي، وأيضا القدرة على إيصال المساعدات والمعونات وكل ما يمكن أن يأتي إلى اليمن إلى المستحقين من أبناء البلد. خلاصة الموضوع بأن نحن ليس لدينا ما يمكن أن نخفي، نحن نقول بصريح العبارة كيف أن تصل هذه المساعدات إلى يد المواطنين. أما قضية التحرير فنحن متأكدون، وكذلك المنظمات الدولية متأكدة بأن الميليشيات هي لا تستطيع أن تقف أو تفي بأي تعهد يمكن أن تقوم به، ونحن سنستمر في أعمالنا ما لم يخضع ويرضخ الانقلابيين للمقررات الدولية. طيب، يعني خلال الأيام الماضية سيادة اللواء كان هناك العديد من الإشارات بخصوص معركة الحديدة تحديدا، شاهدنا دعوة أمريكية غير رسمية لسرعة سيطرة على المدينة، كان هناك أيضا موقف روسي رافض نوعا ما لهذه العملية، هذا الموقف كان منسجم مع عدد من مواقف المنظمات الدولية يعني التي ترى أن العملية العسكرية بشكل عام في الحديدة ترفضها. يعني في ظل كل ذلك، هل لا زالت عملية الرمح الذهبي ذاهبة باتجاه الحديدة فعلا؟ أنا في تقديري أنه معركة الرمح الذهبي لا زالت قائمة ولا يوجد أي تغيير أو تعديل في مسار المعركة، فقط نحن نقول أنه إذا كان بإمكان مثلا روسيا أو غيرها من الدول أن تضغط على الانقلابيين، وهي ربما في اليومين هذه تعمل ذلك لكي يتصل الأغذية والأدوية إلى الناس دون ما يعني سرقتها وبيعها في السوق السوداء، وأيضا لإجبار الانقلابيين أيضا على حماية أقصد هذه الدول تضغط عليهم حماية هذه المساعدات لتصل إلى المواطنين المستحقين. في هذه الحالة ربما يعني يكون للتحالف وللشرعية دور رأي آخر، لكن إلى الآن لا يوجد أي رأي. المعركة مستمرة، وأعتقد أننا نحن على مشارف الآن استكمالها، وبدأنا في أول مديرية من مديريات الحديدة وهي مديرية الخوفة. إذن قائد قوات الاحتياط اللواء سمير الحاج كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من الرياض أيضا الخبير بالقانون الدولي السيد علي هزازي، أهلا بك أستاذ علي. وأهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة الحديث الفضائية. حياك الله أستاذ علي. في البداية، ما الذي تعنيه دعوة التحالف لإشراف أممي على ميناء الحديدة؟ في البداية يجب أن نوضح أنه ميناء الحديدة يمثل الفئة التي يتنفس منها الانقلابيون، أما عن طريق المساعدات المعونات التي يأخذ بعضها يحولها إلى مجهود حربي، أو من خلال الأسلحة التي تصل عبر الميدان عبر الميناء أو عبر غيرها من المناطق المتاخمة للبحر. لكن فيما يخص دعوة التحالف الذي جعل لسان ناطقه العسيري فيما يخص وضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة، هي قضية متصلة في القانون الدولي بما يسمى الحماية الدولية أو الوصاية الدولية، وهي أيضا مصطلح سياسي وقانوني يعني خضوع إقليم معين لإدارة دولة أخرى طبقا لشروط يشرف على تنفيذها مجلس الأمن. لكن لو جئنا لمعنى هذه، أيضا هي تحقق عدد من الأغراض كما حددتها المادة 76 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يوضح الهدف من نظام الوصاية أو نظام الحماية، توطيد السلم والأمن الدولي، العمل على ترفيه الأقاليم، والتشجيع على احترام حقوق الإنسان وكفالة المساواة في المعاملة. لكن من وجهة نظري الشخصية لسنا بحاجة إلى أي إشراف على هذا الميناء ما دام أنه عملية الرمح الذهبي ستستمر وتخلص هذا الميناء من تغول هذه الجماعة. لا نحتاج إلى نظام وصاية أو أي إشراف دولي. نظام الأمم المتحدة أو المتحدة كما هي من قبل تقوم بأعمالها فيما يخص جيبوتي أو أيضا السفن التي تبحر إلى هذا الميناء، الأصل فيها أن تحصل على تراخيص من قوة التحالف، وبالتالي لا معنى لما أن يوضع إقليم الحديدة تحت الوصاية الدولية أو إشراف الأمم المتحدة، كون
ايضا الغرض من عمل التحالف هو ايضا تحقيق السلم والامن الدولي واستعاده الشرعيه، وهو عمل مشروع، وبالتالي عمل التحالف العربي هو عمل في صميم قانوني ولا يحتاج الى اي وصايه اخرى. طيب الان بما ان يعني انت تحدثت على ان هذا المصطلح سياسي وقانوني، مصطلح الحمايه الدوليه، هل هذا الأمر يتم بالتنسيق مع الحكومة الشرعية في البلد، مع الرئاسة عبد الرب منصور هادي والحكومة كذلك، أم أن الأمر هناك يعني مجال في القانون الدولي لأن يتم بدون هذا التنسيق؟ لماذا أنا قلت لك أنه لا نحتاج إلى مسألة إلى هذا الأمر؟ لأنه يرتبط بعدد من العوائق أو تقف دونه عدد من العوائق، هو إما أن يكون بمسألة اختيارية. مسألة لو عدنا إلى مسألة نظام الوصاية، تشكل مع بداية ميثاق الأمم المتحدة وخروج قوة التحالف الحلفاء اللي كان ما يسمى آنذاك المنتصرة على ألمانيا، وبالتالي فرض نظام الوصاية على الأقاليم التي لم تكن منضمة إلى الأمم المتحدة. ما سيتقدم به أن الطرف الآخر الذي هو الحوثي لن يسلم هذا الميناء إلى أي جهة دولية، كونه يعتبر متنفس له، هو لم يسلم هذا إلا من خلال قوة عسكرية وسيطرة حقيقية على هذا الميناء، حينها سيتخلى عن تحت قوة أو سلاح. لكن بمحض إرادته هل سيسلمه إلى المجتمع الدولي أو إلى إشراف الأمم المتحدة؟ هنا سيكون في استحالة الاستجابة إلى دعوة ما دعا إلى التحالف. لكن أنا الآن أتساءل من ناحية أخرى، هل يحق للأمم المتحدة أو أي أحد أن يأخذ هذا الميناء بدون طلب من الحكومة الشرعية؟ لا يحق، وحتى في حالة طلب من الحكومة الشرعية المسألة تحتاج إلى مسألة رضائية يعني أو تدخل وفق الفصل السابع اللي هو تدخل بالقوة العسكرية، يعني أما يتم بالأمر الأول وهو الأمر الرضائي ما بين الطرفين، يعني التحالف والجماعة الإنقلابيين الحوثي صالح، وهذا من الناحية العملية أظن أنه مستحيل. لكن الطرف الثاني أنه يصرف بالقوة العسكرية هو ما يسمى تدخل وفق الفصل السابع ميثاق الأمم المتحدة، وهذا أيضا أنا أعتبر ما تقوم بعملية التحالف هو من صميم هذه الفكرة، وبالتالي العمل الحقيقي هو استعادة ميناء الحديدة وتسليمه إلى الشرعية. هذا مفهوم هذا الأمل أستاذ علي، الأمل هذا مفهوم، لكن القصد الآن بالنسبة للبيان الذي أطلقه التحالف، يعني وفقا لما جاء في البيان، هل يعني البيان أن التحالف سيكون شريك في الإشراف على الميناء، أم أن الإشراف على الميناء سيكون أممي فقط؟ وأعود هنا إلى التجديد على وصف الميناء فقط. وصف الميناء، أنا قلت لك الاستحالة العملية، يعني التحالف إلى حد الآن لا يسيطر على الميناء حتى يقوم بتسليمه إلى الأمم المتحدة. التحالف ما زال عمليا تحت سيطرة الإنقلابيين الحوثي وصالح. طيب ما دام أن الميليشيا هي من تسيطر عليه، هل سيمثل هذا الأمر يعني شيئا ممكنا بالنسبة ل يعني أن توافق الميليشيا على سيطرة الأمم المتحدة على هذا الميناء؟ ما الذي يمكن أن تعمله الأمم المتحدة لأن تضغط على الميليشيا في ذلك؟ أنا سأقرأ أخرى من زاوية أخرى، سأبتعد، أنا قد حددت الجانب القانوني أو الرؤية القانونية، لكن الرؤية السياسية إذا كان الأمر يمثل فيه مصلحة للجماعة الحوثي وصالح الإنقلابيين من خلال الأمم المتحدة، وهي أيضا نوع من إخلاء المسؤولية من قبل دول التحالف عندما تنادي بمثل هذا النداء. كان روسيا أخيرا أو المتحدثة الناطقة باسم الخارجية الروسي ماريا زاخوف أظن تحدثت عن مسألة الأضرار التي ستتم أو ستنجم عن تحرير الحديدة أو كما اسمته اقتحام الحديدة والوضع الكارثي الإنساني. أنا سأرد هنا بأمر منطقي، عندما تم اقتحام حلب هل كان يراعي الروس والجانب الإنساني في حلب؟ هناك ضرورات عسكرية يفرضها الميدان، وهناك نعم يجب أن تكون هناك خطط يراعى فيها الجانب الإنساني ويراعى فيها الجانب المدنيين. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أستاذ علي، ينضم إلينا الآن من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. أهلا بك دكتور. هلا وسهلا.
دكتور محمد، يعني ما دلالات مثل هذه الدعوة الذي أو البيان الذي طلب فيه التحالف الأمم المتحدة بأن تسيطر على أو أن تدير العمليات في ميناء الحديدة؟ أنا طبعا لا أعتقد شخصيا أن الهدف دكتور محمد أهداف. نعم اسمعني. نعم الآن الصوت اتضح. قلت أن من وجهة نظري أن الهدف ربما يتعدى الأهداف في تح هو يتعرض ربما لضغوط من أجل إبطاء مرحلة تحرير واستعادة مدينة الحديدة لصالح الحكومة الشرعية، وكما ذكر الزميل أن الناطقة باسم الخارجية الروسية كانت حذرت من خطط التحالف العربي لاقتحام مدينة الحديدة، وأثر ذلك على الجانب الإنساني وأثر ذلك على الحرب على الإرهاب في البلاد. يريد التحالف العربي وخاصة بعد استهداف عدد من القارب مهاجرين صوماليين راح ضحيته والعشرات، يريد التحالف أن يضع في مرمى المجتمع الدولي ولو تكتيكيا، لأن المسألة ربما تكون فيها نوع من الصعوبة، ويعرف تماما بأن الانقلابيين لن يوافقوا على هذه الخطوة في تصورهم، لن يوافقوا إطلاقا، لأنهم سينظرون لها من جانب نظرة السيادة وما إلى ذلك من الألفاظ التي يكررونها. لكن أعتقد أن التحالف يريد أن يسجل نقطة بأنه نحن براء مما جرى للاجئين الصوماليين، ونحن لا علاقة لنا بمعاناة اليمنيين في الداخل حصار الذي يقول الانقلابيون أنه مفروض على البلد. خذوا يا مجتمع دولي الميناء ونظمه بما تشاء منها يتفق مع القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. طيب هذا الأمر الآن أنت حدثت من ناحية سياسية ربما أكثر، من ناحية عسكرية كيف سينعكس أو ستنعكس هذه الدعوة على مسار العمليات العسكرية في الساحل الغربي؟ لن تستلم الأمم المتحدة ولا الحديدة تحت إشراف دولي، هي مجرد تصوري أنه لن تتأثر العسكري على الساحل الغربي ولا حتى الخطط التي من المؤكد أن هناك خطط لاتجاه المقاتلين شمالا باتجاه الحديدة قادمين من يعني من المخا، يكون هناك أي تأثير في المعارك على الأرض والقصف القومي والمكثف بأنه لا تغيير. نعم دكتور أعتذر منك دكتور، هناك تقطع في الصوت من المصدر. على كل حال أشكركم دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. بالعودة إلى الأستاذ علي هزازي الخبير بالقانون الدولي. أستاذ علي، الآن هناك الكثير من يعني تسليط الضوء حول الأوضاع العسكرية في الساحل الغربي، هناك تقدمات عسكرية للحكومة الشرعية على الأرض، وهناك أيضا مخاوف دولية كما كان واضحا من خلال بيانات رسمية لدول وكذلك لمنظمات. هذا الأمر كيف سيؤثر أو كيف يجب أن يؤثر بالنسبة لدعوة التحالف العربي في تسريعها، سواء في تسريع استجابة الميليشيا لهذه الدعوة أو عدمه؟ القلق في مجمل هو قلق سياسي وليس قلق إنساني بامتياز. سواء كانت الحديدة أو ميناء الحديدة من قبل كانت هي أيضا تحت الحوثي، والمعاناة مستمرة من قبل أو من بعد، ربما تنعكس المسألة تماما أنه بمجرد السيطرة على ميناء الحديدة يتغير الوضع أو يتغير الحال، بحكم أنه هذه الجماعة تفرض مجهود حربي، تفرض أيضا عتاوات على السفن، تفرض على التجار، تفرض على غيره، وبالتالي هذه المخاوف أنا أرى أنه لا مكان لها، هي يمكن أن تمثل قلق سياسي أكثر منه قلق إنسانية تتذرع أيضا بما أعلنه وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة وبراين في خطابه عن المعاناة والحالة الإنسانية في اليمن، وهي حالة أيضا موجودة. أيضا روسيا تعزف على نفس هذا المنوال لتوجد ذرائع في أولا وأخير لحماية الانقلابيين بشكل أو بآخر، لكن سيظل مسألة تحرير الحديدة هو المعنى الحقيقي لمحاصرة أو حصر جماعة الحوثي في زاوية ضيقة من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة وهي السلم والأمن الدوليين.
طيب يعني دعنا أستاذ علي أن نمضي في ما لو وافقت مثلا بشكل أو بآخر ميليشيات الحوثي على أمر كهذا، ما الذي يمكن أن يحققه الأمر بالنسبة للمدنيين أو الناس على الأرض؟ المسألة لا يمكن أنه كون أنه الحوثي، كما أنا أتفق أيضا قلت من قبل، هو أيضا ما أكده الأخ محمد جميح في مداخلته أنه لا يمكن أن يسلم الحوثي، لكن لو سلمنا جدلا أنه في حال أنه وافقت جماعة الحوثي وهذا مستحيل بتاتا، يمكن أن يكون إشراف مؤقت، يمكن أن يكون لفترة محددة تشرف الأمم المتحدة في حتى يتم تسلم مدينة الحديدة وإعادة تسلمها إلى الشرعية، بما معنى أنه يمكن للسكن أن تبحر وتعود والمواد الغذائية أو المساعدات الإنسانية تصل إلى هذا الميناء بانتظام. طيب يعني باعتبار أن هذه الخطوة، يعني يبدو أنك تتوافق مع دكتور محمد جميح على أنها نوع من التباين أو يعني التناول السياسي بالنسبة للتحالف مع الأمم المتحدة للتعامل مع الضغوط التي تتم، لكن الأخ محمد وضعها بشكل واضح وصريح. نعم طيب إذا ما كانت كذلك، يعني هل إذا ما رفضت الميليشيات وهو ما تتوقعانه على الأقل ستخف الضغوط المباشرة من قبل الأمم المتحدة والدول العظمى على التحالف العربي في موضوع ميناء الحديدة والمتسبب ب الأزمة الإنسانية التي تترتب على ما يحدث فيه؟ بلا شك هي خطوة ذكية أو مناورة ذكية فعلا من دول التحالف أو التي علمت على لسان ناطقها الرسمي بوضع المسألة في يد الأمم المتحدة، وهي أيضا خطوة لإخلاء ساحتها أمام المجتمع الدولي وإيضاح من المتسبب في مثل هذه المشاكل. وبلا شك أنه جماعة الحوثي تمثل عائق كبير جدا أمام الوصول المساعدات الإنسانية، وأيضا الآن التذرع بالجانب الإنساني بالمساعدات بالإغاثة بالوضع الإنساني في اليمن، هذه كلها ذرايا تطرح في مسألة الحديدة كونها تمثل أيضا متنفس كبير وميناء تجاري هام جدا يغذي اليمن. إذن أشكرك الخبير القانوني الدولي السيد علي الهزازي، كنت معنا، أو الخبير بالقانون الدولي علي الهزازي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك، كما والشكر موصول لسيادة اللواء سمير الحاج قائد قوات الاحتياط وكذلك الدكتور محمد جميح الذين كانا معنا، كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان وتحيات الزميل كمال حيدر منتج البرنامج وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، في أمان الله.